السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الصباح عندما يبتسم معلنا بداية يوم جديد مفعم بالحيوية والنشاط. ما أجمل الصباح حين يملأ قلوبنا إشراقا وضياء ويمنحنا أجمل الدوافع نحو الأمل ويمنح يومنا بهجة وصفاء. وما أروع الصباح أحبائي حينما يبتسم بأمل لا يغيب، وما أروع الصباح الممزوج برائحة بنكهة الإخلاص ورائحة المحبة. أصدقائي، للصباح متعة وبهجة وجمال لا يشعر به إلا من ابتدأ صباحه بالابتسامة والرضا. ابتسم لحياتك وابتسم لمن حولك، وفكر دائما في كل ما يسعدك ولا تفكر فيما يقلقك، فالأمل دواء والقلق عناء والتفاؤل رجاء. صباحكم ابتسامة وعطاء. أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام، أصدقاء الأطفال، أصدقاء برنامج علم ومرح، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي تجمعنا وإياكم في برنامجكم الأسبوعي علم ومرح، واللي يأتيكم كل يومي جمعة وسبت من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 11 صباحا. نتنقل فيها بين فقرات برنامجنا المختلفة المغلفة بنكهة الابتسامة والمرح، وأيضا لا تخلو من العلم والفائدة والتسلية. فنتمنى لكم أطيب وأمتع الأوقات في برنامجكم برنامج علم ومرح. فاصل ولنا عودة. متابعينا الكرام من جديد، ومثل ما قلنا لكم في بداية حلقتنا لليوم، برنامجنا راح يكون حافل بمجموعة من الفقرات الجميلة والرائعة المليئة بالتسلية والمرح. ومن أجمل الفقرات اللي دائما برنامج علم ومرح يقدمها لكم فقرة مواهب الحلقة. دائما نحن نجيب لكم أجمل المواهب ونحاول ندعم كل المواهب اللي موجودة معنا في السلطنة. الحين متابعينا خلونا نتعرف على أسماء أصدقائنا الأطفال، بالتالي راح نتعرف على مواهبهم الجميلة. يلا يا أصدقائي عرفوني على أسماءكم. اسمي يحيى بن أحمد بن سالم بن سيف القاسمي. حياك الله، عطي ناقل الصوت للي بعدك. اسمي أحمد بن محمد البلوشي. أهلا وسهلا. اسمي علي بن موسى بن قسور العامري. مرحبا. اسمي سارة بنت محمد بهلال نبهاني. حيا الله سارة. وسن بنت بدر بن سيف البارحي. أهلا وسهلا بوسن. نوف بن يوسف بنت يوسف بن سالم بن سيف القاسمي. أهلا وسهلا بنوف. نور أحمد سعيد المنذر. وحيا الله نوف ونور، وأنا معاكم أصالي العادي. والحين نروح نتعرف على أصدقائنا اللي موجودين معانا في القطار. تفضلي صديقتي، أعطيها ناقل الصوت عشان نتعرف على اسمها. أنا حنين خالد سعيد المنذري. حيا الله حنين الحلوة.
أساور يوسف بنت سالم بن سيف بن سالم القاسمية. أهلا وسهلا بأساور. أنا ميار أحمد سعيد المنذري. أهلا وسهلا بالأميرة ميار. اسمي ريما محمود سعيد المنذري. حي الله بريما صديقتنا الصغيرة. مثل ما شفتم متابعينا الكرام برنامجنا لليوم معانا مجموعة كبيرة من الأطفال الحبوبين الصغار، ولكل واحد تختلف موهبته عن الثاني. صحيح أن معنا بعض المواهب مشتركة، لكن كل طفل من الأطفال اللي موجود معانا في الأستوديو راح يميز هذه الموهبة بطابعه الخاص. يعني يا خديجة اليوم راح يكون معنا شعر، راح يكون معنا أناشيد، يعني اليوم برنامجنا راح يكون متغنى بالكلمات الجميلة والرائعة. أنت إيش تحب تفضلي برنامجنا يبدأ، بقصيدة ولا بأنشودة؟ نبدأ برنامجنا بقصيدة. لكن عن إيش راح تكون القصيدة؟ خلينا نشوف أصدقائنا اللي عندهم قصائد، ومن بعدها راح نسمع راح نعرف هذه القصيدة عن إيش تتحدث. إيش رأيك نبدأ مع صديقتنا ريما؟ يلا نبدأ مع صديقتنا ريما. أول شيء كيفك يا ريما؟ كذا قربي منك ناقل الصوت. كيفك يا ريما؟ خير. كم عمرك يا ريما؟ 5 سنوات. العمر كله. اليوم جيتي معانا البرنامج لابسة ثوب حلو، من شرالك يا؟ أمي. منسقة أنت والكرسي اللي جالسة فيه صح؟ حلوة. عربتك حمراء وأنت لابسة أيضا فستان لونه أبيض وأحمر، عادي أستعيره منك؟ لا. عندي أخت صغيرة بعطيها تلبسه بس يوم واحد. بتصير أنت وياها بعدين صديقات ولا ما تريدي؟ ماما انزل، ليش ما تروح انت وياها وتشتروا ملابس حلوه؟ عادي تروحي تختاري لها فستان جميل مثل فستانك؟ ماما انزين خلاص انا وياك بنروح وبنختار ايضا حرص اختي الصغيره فستان جميل مثل هذا الفستان، وبنشيل ماما معانا لان ماما ذوقها حلو صح؟ اختارت لك هذا الفستان صحيح؟ انزين يا ميار الحلوه قصيدتك لليوم حضرتن ريما. ريما ريما طيب يا ريما، قصيدتك اللي حضرت لنا اياها اليوم عن ايش تتكلم؟ تتكلم عن الام، تتكلم عن الوطن، تتكلم عن العصافير الجميله، تتكلم عن المدرسه، عن ايش تتكلم؟ اسمع صوت صفير البلبلي، يلا نسمعها بصوت عالي، تفضل. صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيدي وسيدي ومولاي، فكم فكم تيمني وزيل عقيقلي، قد طفت بوجلة من لسم ورد الخادلي، وقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت ترى من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد النقل، وفتية سقول لي قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان الحلي في الزهر والسرولالي، والعود دندندني والطبل طبطب طبلي طبطب طبلي طبطب طبطب طبطبلي، والرقص غبائلي والسقف سقسق زغلي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على 3 كمشية العرنجلي، والناس ترجم جاملي في السوق قرقر قللي، والكل كعكع كعلي من خلفي والحويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العغنغلي، إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمرني برلعة حمراء كالدندان، أجر فيها ماشيا مبادلا للزيم، أنا الأديب الأجمع ألمعي من حي أرض موصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. ما شاء الله ما شاء الله، تحية كبيرة لصديقتنا الحلوة. طيب ريما، ريما من حفظك القصيدة هذه؟ بس امسكي مرة ثانية ناقل الصوت خلينا نسولف، من حفظك القصيدة؟ أمي. أمك، طيب أمك شافتها في الكتاب قرتها ولا وين حصلت هالقصيدة؟ ما تعرفي؟ في الانترنت. في الانترنت، طيب انت تعرفي قصه هذه القصيده ليش كتبوها؟ ايوه. ايش القصه؟
كان الملك يحفظها من أول مرة. أيوة. يسمعها وكان عنده غلام؟ أي غلام يحفظها من ثاني مرة. أيوة. عنده قارئة تحفظها من ثالث مرة. كل قصيدة كذي يحفظهم صح؟ ويوم يجي مرة كل مرة يجي شاعر؟ أيوة. هذه ما عنده يعقل. أيوة هذه ما أنت كاتبينها صح؟ ليش؟ لأنه هو يحفظ من أول مرة صح؟ بعدين قال أيوة اللي كتب هذه القصيدة؟ أيوة اتحدى صح؟ سواه وما عرفها الملك بعدين هو أيوة بعدين عطاه هدية، هدية هي ذهب. أيوة أنا الحين راح أشرحها القصة مرة ثانية لمتابعينا اللي ما يعرفوا القصة. هذه القصة كان في ملك، هذا الملك أعلن عن مسابقة، اللي أعلن عن هذه المسابقة اللي راح يعطيني قصيدة جميلة ما موجودة أبدا وما حد سمع عنها راح يكون له جائزة قيمتها مثلا يعني كان هالبيت أو مزرعة أو اللي يكون يعني في هذاك الزمن كان يعني الهدية جدا ثمينة. فكثير من الشعراء شاركوا في هذه المسابقة. الملك كان يحفظ القصيدة من أي قصيدة يسمعها من أول مرة، وكان عنده أيضا غلام يحفظ هذه القصيدة أي قصيدة يسمعها من ثاني مرة، وكانت الجارية تحفظ القصيدة في ثالث مرة، يعني بس تحتاج ثلاث مرات تسمعها وتحفظ القصيدة أيا كانت القصيدة. فكل مرة كان يجي أي شاعر ويقول يلقي القصيدة على الملك، الملك كان يتحدى يقول له لا هالقصيدة أنا سامع عنها من قبل، فيقول له الشاعر طيب دامك سامع عنها ألقي لي إياها. فكان الملك يلقي القصيدة، فصار الغلام يسمع القصيدة مرتين، فيقول اللي يلقي اللي كاتب هذه الأبيات يتحدى الملك يقول له يمكن أنت عندك القدرة على الحفظ من أول مرة، فأنا إيش دليلي أن هذه القصيدة إن مكتوبة من قبل؟ فيقول له أنا عندي غلام أيضا حافظ هذه القصيدة. في نادي الغلام والغلام يلقيها، فعاد في المرة الثالثة اللي راح يلقيها فيها الغلام القصيدة الجارية راح تحفظ. فيقول الشاعر ممكن أن الغلام أيضا يكون حافظ القصيدة هذه من ثاني مرة، فيروحوا ينادوا الجارية عشان يكون في شاهد ثالث أن القصيدة هذه موجودة من قبل فتلقيها الجارية. فكل شاعر كان يخسر في المسابقة إلى أن جاء هذا الشاعر اللي كتب هذه القصيدة اللي هي صوت صفير البلبلي، استخدم فيها كلمات متشابهة وأيضا يعني سجع وكلمات قريبة جدا من بعض، لدرجة أن أي شخص حاول يحفظها من أول مرة ما راح يقدر يحفظها. فتحدى الملك بهذه القصيدة قال الملك انه اعترف ان هم اتبعوا هذه الاستراتيجيه او هذه الخطه عشان يغوا الكثير من الشعراء، وفاز هذا الشاعر بالمبلغ او بالجائزه اللي كانت محطايه للفائز. وكانت قصيده جميله اخذتنا لذكريات جميله جدا، نحن درسنا هذه القصيده ايضا في المدرسه ودرسنا عن قصه الشاعر. كنت تعرفي هالقصه يا خديجه من قبل؟ والله كنت اعرف بعضها لكن مو كلها، لكن الحين انت خبرتينا كل القصيده. ايوه ايضا صديقتنا ريما قالت لنا عنها صحيح؟ أيوة صحيح. جميل جدا. تحب دائما تسمع القصائد أو لا؟ أحب يعني بعض القصائد مش كل القصائد، مثلا القصائد الوطنية، القصائد اللي تكون عن الأم، هذه القصائد اللي تلامس قلوبنا أكثر. أيوة اللي يكون فيها مشاعر وحاسيس كثيرة. أيوة. طيب الحين مثل ما قلتي في البداية نحب نبدأ برنامجنا بقصيدة، إيش رأيك الحين نروح ونسمع أنشودة؟ يلا نسمع أنشودة. نسمع أنشودة معانا في من صديقتنا حنين. من حنين؟ حنين يا حنين، هذه هناك حنين ناقل الصوت. وصلوا لها ناقل الصوت في القطار. حنين اهلا يا حنين. حنين كم عمرك؟ 5 سنوات. ما شاء الله اليوم كل اصدقائنا في نفس العمر. تروح المدرسه؟ نعم. الحين اجازه ولا مدرسه معاكم؟ اجازه. اجازه. شوفي على الكاميرا. طيب تشوفي على الكاميرا بس. ايش سويتي في الاجازه يا حنين؟ لعبت. بس لعبتي؟ ايش لعبتي قولي لي عشان العب معاك. ايش لعبتي؟ لعبتي غميضة؟ لعبتي نعم. بالدمى؟ نعم. وإيش بعد؟ لعبتي الألعاب الإلكترونية؟ نعم. ما تحبيها عشان هي تضر عيوننا صحيح؟ صح. زين وبعد إيش لعبتي ثاني؟ بس هذا؟ آه. وبعد ميار لعبة إيش لعبتي؟ ميار؟ مثلها. لعبتي مثلها؟ إيش رأيكم تكونوا صديقات؟ خلاص؟ انتوا صديقات من اول. ريما وميار وحنين صديقات من اول. وزين ومعاكم صديقتكم اساور ولا لا؟
ايش رايكم تصيروا مع اساور صديقات؟ صير صديقتهم الجديدة خلاص. خلاص تصيروا اصدقاء؟ جميل، وانا ايضا بكون صديقتكم الكبيرة، انا بكون اكبر صديقة معاكم صح؟ انزين حنين، ايش انشودتك؟ ايش اسم هالانشودة؟ ركة عيني. خلاص خلاص عندنا خلاص. ايش اسمها؟ ركة عيني. اها، هذه الانشودة تتكلم عن من؟ ركة عن الرسول. عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمع الانشودة؟ نعم. يلا قولي لنا اياها. ركت عيناه شوقا ولطيفة ذرثت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب وارفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب في الحق تعلق ولغارح رأي تألق يهدي يسأل خالقه من روضة سكنت روحي وجوار الله محمد. ما شاء الله ما شاء الله، تحية كبيرة للأميرة حنين. حنونة، عاد اسمك حنونة؟ ايش يدلعوك في البيت اللي يسموك حنونة؟ ايش يدلعوك قولي لي؟ حنين. زين يعني انت حنين انزل. حنة؟ زين انا مثلا اصلا يقولوا لي اصولة في البيت، انت ايش يقولوا لك في البيت؟ صديقاتك يقولوا لك حنة، انت ايش انت في البيت ايش يقولوا لك؟ حنة. ايضا حلو، ماما تقول لك كذي بعد؟ لا. من يقول لك؟ بس صاحباتك؟ حلو، صديقاتك يدلعوك، جميل، انزين حتى ابوها حتى باباتها يدلعها كذي؟ الله حلو، يعني انتم صديقات وكل شيء تعرفوها عن بعض صح؟ انزين يا حنونة الجميلة، انا بدلعك عاد حنونة. من حفظك هذه الانشودة؟ بابا؟ ماما؟ ريما. ريما حفظتك؟ الله الله، تحية كبيرة لريما. خلونا شوي ندردش مع ريما مرة ثانية. ريما امسكي ناقل الصوت، ليش حفظتي حنونة هالانشودة؟ أنا كنت أقرأها كل يوم. أيوه. من يوم كنت صغيرة كنت حافظتها. والحين أنت كبيرة؟ يعني أيوة. كبيرة شوية صح؟ إنزين، وبعدين هي حفظتها حنين الأنشودة؟ ايوه. انزين انت بتحفظي بعدين ميار بعد بتحفظيها الاناشيد؟ ايوه. ايش بتحفظي هي انشوده؟ اي انشوده تحبها انا اعرفها ما هي ما تعرفها واجد ادليها. اها يعني تستفيدوا من بعضهم البعض. حلو، انزين بعدين نحن بنسوي نفس الشيء انا وخديجه، انا اذا حافظه انشوده بعلمك، واذا انت حافظه انشوده بتعلميني خلاص؟ خلاص ان شاء الله. حلو، زين اعطي ناقل الصوت شويه ميار. ميار كيفك؟ بخير. انت بعد صديقتهم؟ ايه. تحبوا بعض وايد؟ ايه. انزين عشان تحبوا بعض تساعدوا بعض دائما؟ ايه. انزين في المدرسه لما يكون معاكم مدرسه ومثلا حنين ما عرفت الواجب وانت عرفتي الواجب بتساعديها؟ ليش نساعد اصدقائنا؟ عشان ينجحوا صح؟ انزين انت جيتي معانا البرنامج ايش محضره؟ ايش محضرت لنا في البرنامج؟ محضره انشوده. انشوده. انشوده حفظتك اياها ميار بعد؟ من حفظك اياها؟ ماما. ماما ميار؟ ماما حفظتك؟ وين ماما؟ هناك ماما؟ قولي شكرا ماما. شكرا ماما. وماما اختارت لك اللبس الحلو؟ انتوا كل يوم ملابسكم حلوه، لا انا لازم كنتوا تخبروني عشان البس مثلكم. طيب ميار، ميار عن ايش الانشوده؟ لغتي عربية. لغتي العربية، الله، نسمع الأنشودة. لغتي ما أحلاها لغتي العربية، أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني أغني، أكتب ألفا أكتبا أقرأ كلماتي أمسك قلمي وبرشاتي أرسم أحلامي وبمدرستي مع أصحابي أيامي. هيا نزين بالألف حروف العربية
لغتي ما أحلى لغتي العربية، أكتب حرفي أقرأ كتب أغني أغنية، أكتب ألفا أكتب كلماتي أمسك قلمي وبرش أرسم أحلامي وأبني مدرستي وأصحابي وأيامي، هيا نزين بالألوان حروف هي. الله الله، تحية كبيرة للجميلة ميار. ميار حتعرفين كنت أتمنى الأنشودة ما تخلص لأني حبيتها وايد. من حفظك ياها ماما؟ إنزين، بس أنا كنت تحب اللغة العربية وايد؟ إيه. إنزين، أنت تتابعي برنامجنا قبل؟ إنزين. إيه. تعرفي الفقر؟ لا كنت ما أتابع. الحين صرت تتابعي؟ إنزين، عشان الحين أنت صرت تتابعينا بخبرك معانا فقرة تتكلم عن اللغة العربية لأنك أنت تحب اللغة العربية. هذه الفقرة اسمها لغتي عنواني، فيها صديقتنا خديجة تستقبل اتصالات وتسولف مع أصدقائنا وتعطيهم فقرة وجملة بسيطة. إيش رأيك تستقبلي معاها مكالمات؟ اتفقنا؟ إيه. بتستقبلي مكالمات مع خديجة؟ إيه. قولي لها خديجة عاد استقبل معك مكالمات؟ قولي عادي؟ هنا. قولي عادي؟ عادي؟ أيوة عادي، خلاص أنا وأنت اليوم نستقبل اتصالات مع بعض. يلا نستقبل اتصالات. أول شيء أنت تحبي اللغة العربية؟ إيه. شاطرة فيها؟ إيه. شطورة. يلا ناخذ، إذا وصلنا مشاهدينا الأحبة إلى فقرة الاتصالات، الفقرة اللي نستمع فيها لأصواتكم الجميلة اللي دائما تنور برنامجنا. ناخذ أول اتصال اليوم معانا ونقول أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. غنيمة كيفك؟ خير. كيف صحتك؟ خير الحمد لله. غنيمة من وين تكلمينا؟ من ولاية جعلان بني بوعلي. يا أهلا وسهلا بكل أصدقائنا من ولاية جعلان بني بوعلي. غنيمة متابعة لبرنامجنا؟ أحيانا. أحيانا تتابعينا؟ طيب يا صديقتي، اليوم عندنا صديقتنا ميار وهي حابة تكلمك. يلا يا ميار كلمي صديقتنا. كلمي صديقتنا غنيمة، قولي لها صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك يا غنيمة. غنيمة تحبي اللغة العربية؟ نعم. نعم، إذا راح نشوف شطارتك في اللغة العربية. مستعدة للسؤال؟ نعم. يلا نشوف مع بعض سؤالك على الشاشة. هذا هو سؤالك يا صديقتي. تتميز قرية المضيرب بولاية القابل بطابعها المعماري القديم وبيوتها الأثرية الرائعة ذات الفن الزخرفي العماني الفريد. إذا هذه هي الفقرة يا صديقتي. الحين عندك خطأين إملائيين، حاولي تكتشفي هذه الأخطاء. المضيرب. المضيرب؟ لا هذه ما فيها، هذه اسم لقرية وما فيها خطأ صديقتي. الكلمة اللي قبلها قرية. إيش الخطأ في قرية؟ التاء مربوطة. التاء المربوطة، إذن صحيح. إذن القرية بالتاء المربوطة وليست بالتاء المفتوحة. أحسنتي يا صديقتي. الحين عندك 25 ريال عماني، علشان تكمل 50 ريال لازم تكتشف الخطأ الثاني. إيش هو الخطأ الثاني؟ شوفي السطر الثالث، إيش الخطأ فيه؟ الأثرية. الأثرية؟ لا الأثرية صحيحة. الكلمة اللي بعد الأثرية إيش؟ الرائعة. إيش الخطأ فيها؟ ألف. لا الرائعة صحيحة، كتابتها صحيحة، لكن أقصنها شيء واحد بس وشيء بسيط بسيط جدا. النقط. أحسنتي. إذن الرائعة تكتب بالتاء المربوطة وليست بالهاء، صحيح؟ صحيح. ألف مبروك لك يا صديقتي، ربحتي معانا 50 ريال عماني. نشوف التصحيح على الشاشة. إذن هذا هو التصحيح. تتميز قرية المضيرب بولاية القابل بطابعها المعماري القديم وبيوتها الأثرية الرائعة ذات الفن الزخرفي العماني الفريد. تتميز قرية المضيرب بولاية القابل بطابعها المعماري القديم وبيوتها الأثرية الرائعة ذات الفن الزخرفي العماني الفريد. إذا هذا هو التصحيح يا صديقتي، وشكرا لك على اتصالك، ربحتي معنا 50 ريال عماني. ننتقل الحين إلى صديقتي أصايل.
وبعد ما سمعنا أصواتكم الجميلة والرائعة متابعينا الكرام نستكمل مواهبنا المتنوعة في برنامج علم ومرح. دائما أصدقائنا يجيبون فنون عجيبة، فنون جميلة من مختلف البلدان، واليوم معانا صديقتنا وسن. حي الله وسن، كيفك يا وسن؟ خير الحمد لله. كم عمرك يا وسن؟ 12 سنة. العمر كله. اليوم جيتي البرنامج من وين؟ من السويق ضيان أبو ورح. حياك الله يا صديقتنا وسن. وسن جيتي معانا البرنامج وجايبت لنا موهبتين مختلفات عن بعض تماما، صح؟ صح. ايش هي مواهبك؟ الشعر والتمثيل. أيوة. والفن الاوريغامي. فن الاوريغامي صراحه. انا قبل عن نتكلم عن الشعر والتمثيل، خلينا شوي نتكلم عن الفن الاوريغامي. من وين تعلمتي هالفن؟ تعلمت من الانترنت. من اليوتيوب؟ ايوه. يعني نحن نستفيد المفروض من مواقع التواصل الاجتماعي، بس بدأ عن كله نشوف رسومات وكرتون نتعلم بعض الفنون الموجوده معنا في البلدان المختلفه، صحيح؟ صح. سهل فن الاوريغامي؟ يعني هو شويه فن صعب. كم وقت خذيتي عشان تتعلمي على هالفن؟ تقريبا يعني كل فن يعني كل شكل على حسب. يعني اكثر وقت خذيتي اسبوع ولا كم؟ ما اسبوع، يعني 5 دقائق. ما شاء الله. طيب كم صار لك وانت تعملي على الفن الاوريغامي؟ شهر. شهر ما شاء الله. ومعاكنا جايبتنا اليوم مجموعه من الاشكال المختلفه، نروح نشوفهم. يلا نروح طيب نشوفهم. طيب اصلا ليش ما عرفنا اصدقائنا ايش هذا؟ هو هذا الفن ايش هو؟ الحين احنا راح نشوف هالفن وراح تعرفنا عليه صديقتنا وسن. يلا نشوفه يا وسن. مثل ما قالت خديجة شوية تعطينا نبذة عنه، مع العلم أن متابعينا الكرام من كثر ما أصدقائنا الأطفال يبون هالفن أكيد عرفوا عن إيش هذا الفن. إيش هذا الفن؟ أعطينا نبذة عنه. يعني هو فن طي الورق. أيوة. يعني نطوي الورق ونكون منه أشكال. وكلمة أصلاً أوريغامي في اللغة العربية تعني فن طي الورق، وهذا هي مصانعتنا بالورق مجموعة من الأشياء. إيش هذا؟ الفستان. ها فستان جميل، شفتوا؟ هذا هو ظاهر معكم الحين على الشاشة. كيف صنعتيه؟ ممكن تشرحينا بس الطريقة؟ يعني كيف الطيات اللي طيتيها؟ يعني نطوي من فوق. أيوة. هاي معي أنا ورقة. يعني مثلا هالورقة. أيوة. أطويها من فوق. أيوة. كامل. هذا. أيوة. بعدين الصوب الثاني. كذي. أيوة. أيوة. يعني بعدين كسفات وكذي، صعب شوية. جميل جدا. طيب بس لو تيجي شوية كذا عشان تشرحي حال أصدقائنا الأطفال، تعالي هني وأنا بكون هنا عشان أنا بكون قريبة من الفنون الجميلة اللي محضرتنا إياها. طيب وفنشوف الأشياء الثانية اللي جايبتنا إياها، هذا عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن حقيبة شنطة. يعني حقيبة. حقيبة صنعتيها بالورق، كم استغرقت من الوقت؟ 3 دقائق. 3 دقائق. ممكن إن هالحقيبة نحط فيها أغراض ولا فقط للزينة؟ للزينة. للزينة، جميل. طيب كثير من أصدقائنا الأطفال يقول إيش فائدة فن الأوريغامي؟ إيش فائدته؟ يعني نستخدم هذا الفن عشان يعني نزين الغرف. أيوة. أيضا إذا معنا أوراق ما نحتاج لهم، بدل عن نرميهم نسوي إعادة تدوير لهذه الأوراق، صحيح؟ صح. بعد أيضا معنا هنا حاجة جميلة، إيش هذا؟ هذا حيوان، صحيح؟ صح. وأنت سويتي له عيون متحركة، وايضا استخدمتي ورقه واحده للطي، صحيح؟ صحيح. جميله جدا. بعدين معانا هذه شخصيه مشهوره، تعرفيها ولا ما واحيتي عليها؟ اعرفها. شو اسمها؟ هم البرنامج بوكيمون. بوكيمون. ايوه. ايش اسمها الشخصيه؟ بيكاتشو. بيكاتشو. تحبي الرسوم؟ احبها. كنتي تتابعيه؟ ايوه. زين كيف سويتي لو تعلمينا بس عليه؟ يعني صعب. هذا صعب. يعني مستحيل اعرف له ولا بالتدريب راح اعرف له؟ يعني بالتدريب. بالتدريب. بعدين انت سويتي له ملامح بالقلم، كم خذ منك وقت؟ 3 دقائق. انزين انا بعطيك ايضا فكره جميله وفكره حلوه، ممكن ان نحن هذه الاشكال اللي نصنعها من الورق ممكن ان نكتب فيها جمل ونحطها على ان التسريحه اللي معانا في الغرفه، وكل ما جينا ان نرتب التسريحه نقرا هذه الجمل وتعطينا ايحاءات ايجابيه، صحيح؟ صح. وايضا شكل جميل ورائع ممكن ان يسووه اصدقائنا الاطفال. تفضلي يا خديجه. جميل جدا. ممكن تستخدميها كهدايا لصديقاتك؟ عادي. ايوه استخدمها هدايا للصديقات. وايش
ايش يكون انطباع صديقاتك عن هذه الاشياء الحلوة؟ يعني يكون فرحانات. طيب بس لو تخبرينا هذا عباره عن ايش؟ هذا نحن سويناه لما كنا صغار في المدرسه بس نسيت ايش هو. هذه فراشه. اها نحن سوينا مثلها حطينا داخلها ارقام وكنا نلعب بها اللعبه المعروفه كثير من اصدقائنا يعرفوها. طيب الحين بسالك، اذا مثلا انت رايحه تزوري احد من اقاربك مريض في المستشفى وما عندك وقت تشتري ورود، تعرف تسوي بفن الاوريغامي ورود؟ ايوه اعرف. وراح تكون شكلهم جميل. ايوه. انت ما جايبه اليوم اوراق ملونه ولا جايبه؟ ايه جايبه. تصنعين لنا شيء نشوف ولا ما يكفي الوقت؟ لا ما أو تصنعيها الحين وبعد شوية نشوفها بعد ما نأخذ المواهب البقية لأصدقائنا، ولا إذا ما يكفي الوقت عادي راح نتعلم عليها في نهاية البرنامج وفي الأسابيع الجاية إن شاء الله راح نعلم أصدقائنا عليها. طيب؟ طيب أنا أريد أسأل صديقتي وسن، من يساعدك في صناعة هذه الأشياء؟ أختي حور. أختك أكبر منك ولا أصغر؟ أكبر. أكبر منك. نوجه لها أكبر تحية. طيب حور، طيب يا وسن، الحين لو نطلع شوية عن الفن الأوريغامي، أيضا أنت قلتي لي عندك مواهب أخرى مثل التمثيل وأيضا الإلقاء، صحيح؟ صح. من متى تعلمتي موهبة الإلقاء؟ تقريبا من سنة أو 3 سنوات. ما شاء الله، شاركتي في مسابقات؟ مال المدرسة. الإلقاء الخاصة بالمدرسة المعاهد. في حدود، يعني شاركت في مسابقات في الإلقاء في حدود المدرسة. جميل جدا. طيب والأوريغامي شاركتي في مسابقات؟ لا. بعدك لسه؟ طيب نحن نتمنى انك تشاركي في مسابقات وانا متأكدة انك راح تحصلي على مركز لان جدا حاجاتك جميلة ورائعة. وهنا معنا ايضا الكلب دقيقة ومبتكرة ايضا. ايوه صحيح، وايضا فيها الوان متنوعة، وايضا هذا الكلب ممكن نحطه كظرف ونحط فيه رسالة بسيطة. طيب ايش القصيدة اللي محضرت لنا اياها الحين؟ محضرت لكم قصيدة تتحدث عن الوطن. ايوه. كتابة من اشعار الدكتور خالي سلطان. نوجه له أكبر تحية، بس لو تعطينا أبيات بسيطة من هذه القصيدة لأن معانا مجموعة كبيرة من الأطفال تنتظر دورها، تعطينا القصيدة؟ أمسك عنك ناقل الصوت؟ تفضل. قم تحية للقيادة والتحدي والإرادة والشجاعة والجسارة والتفاني والجلد، العزم رغم المصاعب دوم صاعد في ازديادة، كل ما تعلت جبال فوق هامتها صعد، باسل الحكمة في سيفه، عقله خطام الجوادة، درعه الدين الحصين، وده عن صلى وسجد، وقفته كلها صمود، ما تهز الريح صاده، ظافرا بالنصر دومه، رافع الراية أبد، سالك دربه وماضي، من يرده عن مراده، دام باذل في مسيره، ما يواتي من جهد، بالتوكل والإرادة، الجهل زال وأبادة، كم فتح للعلم دور، نور عم بكل بلد، نادى يوم بعالي صوت، كل من فارق بلاده، حان وقت العودة نبني، والحضارة نسترد، ساعي لتحقيق وعده، لجعلنا نعيش بسعادة، راني المستقبل أفضل يمحى أيام النكد، عهدنا نشمر سواعد، والكند نسحب زناده، نعيد ماضينا التليد، شهرة بلاد المجد يشرق الفجر الجديد، صرنا مرموقي ضاده، كلل الله بالنجاح كل مساعينا وسدد خطاوينا وحفظنا، ومنه التوفيق زاده، عوذة من زولة نعيمك يلا نسألك المدد، السفينة في أمان راسية في بر الرغادة، كان مركب وسط يمن ضد عصيره صمد، لك مكانه بالسيادة، صرت للعالم عمادة، كالشمس بين الكواكب دونها العالم جمد. سلامتك. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلم لك بدنك. تحية. وتحية كبيرة لصديقتنا وسن. أما الحين يا صديقتنا وسن نرجع مكاننا من بعد ما سمعنا هالقصيدة الجميلة ونكمل فقرات برنامجنا، والحين لنا عودة مع صديقتنا خديجة. وصلنا أصدقائي الأطفال إلى فقرة السبلة، وطبعا تعد السبلة العمانية من مظاهر الحياة التي يتميز بها الإنسان العماني. في هذه السبلة يتعلم الصغار آداب الحديث وآداب الجلوس مع الكبار وأيضا إكرام الضيف، أيضا يستمعون فيها للعديد من القصص والحكايات يا أصايل اللي يتعرفوا منها ويأخذوا منها الحكم والعبر. نتابع مع بعض أصدقائي الأطفال فقرة السبلة، وأيضا نوجه الشكر لمؤسسة بيت الزبير على تعاونهم معنا في تصوير هذه الفقرة داخل المتحف، ولنا عودة أكيد، فخلكم معنا دائماً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحب بكم يا أطفالي الأعزاء. أهلا ومرحب بكم، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله رب العالمين على وصولكم اليوم في هذا المكان الطيب اللي يجمعنا بكم. عم هلال، ما موضوعنا لهذا اليوم؟ موضوعنا لهذا اليوم، أولا أنت من اسمك؟ ريناد بنت عماد الزجالية. أهلا وسهلا يا بنتي ريناد. موضوعنا اليوم عن المجالس وآداب المجالس، وكذلك بنتكلم عن السبلة. استاذ. نعم. وما هي السبلة؟ جميل جدا هذا السؤال. أنت من اسمك؟ المسعود بن عبيد المسعود الحبسي. المسعود، تفضل استريح. جميل سؤال المسعود، يريد يعرف إيش هي السبلة. أولا المكان اللي نحن جالسين فيه الحين هو السبلة، المجلس هو السبلة. زمان كانت السبلة هي خلق كل اجتماعات الناس، يعني لما يجتمع الناس كانوا يجتمعوا في هذه السبلة. مجلس يجمع كل الناس الكبار والصغار في مآسيهم، في أفراحهم، في أحزانهم، في أتراحهم. هذا المجلس هو اللي يجمع كل الناس، كلهم يجيوا في المجلس، يجيوا في السبلة ويتقهوون، يتبادلون الأحاديث، إذا كان هناك مناقشة، إذا كان هناك موضوع، إذا كان هناك حوار، إذا كان هناك قضية، إذا كان هناك مشكلة. المجلس هو اللي كان يضم المكان اللي الناس تجتمع فيه وتخرج هناك بحلول طيبة وحلول جذرية من خلال هذا المجلس. فالمجلس كان له دور كبير في الزمان الماضي وحتى في الحاضر والحمد لله. الحين حاب أسألكم، إيش هي آداب المجالس يا أحبائي الأطفال؟ ها؟ تفضلي، تعالي شوية، تعالي هني، قولي إيش هي آداب المجالس؟ من اسمك؟ مثلى محمود إبراهيم الزجالي. مثلى، أهلا وسهلا بيك يا مثلى. إيش هي آداب المجلس؟ قولي. إلقاء التحية. إلقاء التحية والسلام أول ما نجلس، مثل ما سويتم تقولون السلام عليكم ورحمة الله ونرد السلام. وإيش بعد؟ والتحدث بصوت منخفض. جميل، لما نجلس، تريح يا مثلى، لما نجلس في المجلس نتكلم بصوت طيب وبصوت منخفض، ما نتكلم بصوت عالي لا وثرثرة وكلام و صحيح؟ صحيح. دائما نتعلم آداب الكلام وآداب التحدث بهدوء، ونحترم أيضا الكبار وأيضا على الصغير فعلا أنه يحترم الكبير. إيش بعد؟ إيش من آداب المجالس يا أحباء الصغار؟ إيش بعد؟ من يقول لي؟ نسأل. فضل. أن على الصغير. أيوة. أن على الصغير أن يوقر الكبار. على الصغير أن يوقر الكبير. أحسنت. من اسمك؟ محمود خليل محمود مراد زبقالي. شكرا يا محمود، أحسنت. على الصغير أن يوقر الكبير، أن يفسح له المجال، أن يعازمه. تعرف كيف يعازم؟ لازم يكون هناك عزام، يعني تقديرا لهذا الكبير، نعطيه، نفسح له المجلس على أساس هو كبير خلاص. ونحن ضروري جدا أن نحسن إلى الكبار ونحسن لأوالدينا ونحسن على من هم أكبر منا، نفتح لهم المجال ونقدرهم. لما يقولوا كلام نسكت ونصمت ونتكلم ساعة طلب منا أن نتكلم وأن نتحدث. زين، أيضا هناك ما يعرف بالمناشدة، والمناشدة من العادات الجميلة والطيبة والأصيلة اللي نحن نعتز بها ونفخر بها. حد يعرف المناشدة هذه؟ تعال تفضل يا مرحبا. وانت بعد من اسمك؟ بركات. بركات عبد الله. بركات الهادي. بركات بن عبد الله الهادي. وانت من اسمك؟ معن بن محمد المحرزي. معن بن محمد المحرزي. الحين اريد مناشده جميله فيها اصاله وفيها قوه وشجاعه، صح؟ يلا نسمع، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيء علوم؟ ماشي علوم. شيء اخبار؟ ماشي اخبار. من جانبكم؟ ماشي علوم ماشي اخبار. احسنتم احسنتم، بارك الله فيكم. شكرا يا معن وشكرا يا بركات، ما شاء الله. ايضا يا احبائي الاطفال، هناك اليوم في قصه جميله من القصص الطيبه الرائعه بتحكيها لنا
صديقة من صديقاتنا هنا في هذا المجلس وفي هذه السبلة. تفضلي يا صديقتنا، من اسمك؟ مزنة هلال هادي. تفضلي يا مزنة، تعالي هنا بصوت عالي وسمعينا. قد كان الناس يجلسون على الطرقات لأن البيوت لم تتسع لهم، فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالجلوس على الطرقات، قالوا ما لا بد لنا بالمجالس. لا بد لنا من المجالس. نعم، ثم لا بد لنا من المجالس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إذا بنيتم المجالس في بيوتكم وأعطوا الطريق حقه. فقالوا: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: غمض البصر وكف الأذى. غمض البصر السلام. نعم، وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهي عن المنكر. أحسنت يا ابنتي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. يعني هذا الحديث وهذه المحاولة الطيبة من صديقتنا تريد أن تقول من خلال هذه الحكاية أنه يجب فعلا أن يعني أن نعطي الطريق حقه. وفي زمان كانت هذه الطرقات وهذه الشوارع هي مكان للتجمع للأسف، ولكن بعد ذلك نهاهم الرسول وأمرهم بأن تكون لهم مجالس حتى لا يقعوا في المحظورات، فنهاهم وبدأت فعلا حكاية المجالس وحكاية ما نسميه الآن بالسبلة. فهي من الأشياء الطيبة ومن الأشياء الجميلة، ومكان يتجمع فيه الناس بعيدا فيه عن الطرقات، لأن الطرقات إذا جلس الإنسان في الشوارع عليه أن يعطي الطريق حقه مثل ما ذكرنا قبل شوية. فهمتم الحديث؟ نعم. فالمجالس والسبلة طبعا لها أهمية كبيرة، لأننا نستطيع من خلال هذه السبلة أن نتجمع وأن نتوصل إلى حلول وأن نتناقش في الكثير من القضايا المهمة. في حد أيضا حاب يخبرنا شيء؟ تفضلي، تعالي هنا. من اسمك؟ سارة بنت محمد بهلان نباني. يا أهلا يا سارة، تفضلي يا سارة. عدم المقاطعة أثناء الحديث. أحسنت يا سارة، شكرا جزيلا. جميل جميل مشاركة سارة. تقول سارة: عدم المقاطعة أثناء الحديث، لأننا لما نتجمع في أي سبلة وفي أي مكان وفي أي تجمع علينا أن نحترم بعضنا حتى في الحديث. واحد يتكلم نحن نظل ساكتين حتى ينتهي هو من الكلام، وبعدين ندخل بكلامنا، ندخل بأي شيء نريد نضيفه، بعدها ندخل ونتكلم، ما نقطع عليه. لأن المقاطعة ما من حسن الآداب، من حسن الآداب أن نحسن الحديث وأن نحسن أيضا المقاطعة. أيضا هناك شيء حاب يقول لنا زميلنا أو شيء من الأشياء الطيبة فيما يتعلق أيضا بالضيافة. تفضل، من اسمك أنت؟ فراس بن وليد من شمرايد. تعال يا فراس، تعال. فراس بن من؟ سمعنا مرة ثانية. فراس بن وليد من شمبيع عن البلوشة. تفضل يا فراس، إيش حاب تقولنا؟ أن آداب الضيافة أن نطعم الكبار من السن. أحسنت، من آداب الضيافة أن نحسن أيضا إطعامهم وأن نحسن أيضا ضيافتهم. مثل إيش مثلا؟ حاب تقهويني يعني تعمل لي قهوة؟ نعم. طيب شوي شوي، لا تحرقك بس. شكرا. بعدين أسوي لك كذي وتأخذ الفنجان، إذا ما سويت لك كذي لا تأخذ الفنجان. شكرا جزيلا، أحسنت يا فراس، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وقبل أن ننهي أيضا حلقتنا وبل ننهي هذه الزاوية ومجلسنا لهذا اليوم، في صديق حاب يقدم لنا شيء من الأطفال. تفضل، من اسمك أنت؟ اهلا بك، اهلا بك يا محمد. تفضل يا محمد، تعال هنا. محمد بن من؟ هلال هادي. محمد بن هلال هادي، ايش بتسمعنا؟ تعال. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. اشهد ان لا اله الا انت. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. أحسنت يا ولدي، شكرا جزيلا. إذن هذا هو دعاء كفارة المجلس. شكرا لكم لأنكم قلتم هذا الدعاء، وأتمنى أنكم تحفظوه
وأتمنى أن نلتقي في وقت ثاني إن شاء الله. والحين أقولكم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام من جديد، ومن بعد ما شفنا هذه الفقرة اللي كانت فقرة السبلة وتعرفنا على إيش هي السبلة وبعض الآداب اللي لازم تكون في السبلة، وأيضا بعض الأطفال كانوا يسألوا وش عن السبلة فقال لهم أن السبلة هي المجلس، وأيضا خديجة كانت محضرت لنا بعض المعلومات الخاصة عن السبلة، بس يا ريت لو تعطينا المعلومات يا خديجة. طبعا اليوم تحدثوا في فقرة السبلة عن المجلس. المجلس هو المكان اللي يتناقش فيه حول مجموعة من المواضيع يخرج فيها يعني مجموعة من الحلول المرضية لجميع الأطراف. أيضا تعرفنا على آداب المجلس مثل إلقاء التحية عندما ندخل على جماعة. أيضا تعرفنا على احترام الكبير وأيضا التحدث بصوت منخفض، عدم مقاطعة الكبار. أيضا استمعنا إلى حكاية صديقتنا التي استخلصنا منها الكثير من العبر، وأيضا في النهاية استمعنا إلى دعاء الخروج. طبعا دائما يا أصايل عندما نخرج من مجلس نقول هذا الدعاء. جميل جدا، وأشكرك على هذه المعلومات، ونتمنى أن كل أصدقائنا الصغار تابعوا هذه الفقرة لأن هذه الفقرة مهمة جدا، خاصة لما يكون المكان مليء بالأشخاص. بدل لا نغلط عندنا آداب معينة نحن لازم نلتزم بها. ومن بعد ما شفنا فقرة السبلة مثل ما قلنا لكم في بداية الحلقة وكل حلقات برنامج علم ومرح، نحن دائما نحب أن ندعم ونساهم في إشهار ودعم المواهب الصغيرة من الابتكار والاختراعات. في كل هذا نضمها في فقرة صغيرة سميناها فقرة المخترع الصغير، واليوم ما راح نقول المخترع الصغير، راح نقول المخترعات الصغيرات. خلونا نتعرف على أساميهم. عرفونا على اسمكم. أنا الطالبة أسماء ناصر محمد البطاشي من مدرسة زبيدة أم الأمين. حياك الله يا أسماء. وأنا الطالبة أنفال علي البلوشي من مدرسة زبيدة أم الأمين. أهلا وسهلا بكم في برنامج علم ومرح. نحن دائما في برنامجنا نحاول أن نغطي أكبر عدد من الابتكارات والاختراعات اللي يخترعونا إياها أبناء السلطنة. اليوم أنتوا جيتوا جايبيننا ابتكار شكل يخص الأمومة والطفولة، لأن نشوف عندنا طفل، بس يلا تعطونا اسم الابتكار. اسم الابتكار اللي هو أمي اطمئني. أمي اطمئني اسمه جميل جدا، مثل ما يعني ظنيت أنه هو يختص بالأمومة والطفولة. ليش سميتوا هذا الاسم؟ لأنه أصلا هذا الابتكار الهدف منه هو أن تطمئن الأم على طفلها. أيوة حلو، يعني راح يكون هذا الابتكار عند الطفل؟ نعم. وعند الأم؟ نعم. طيب يا أسماء، يا ليت لو تشرحي لي فكرة هالمشروع. هو عبارة عن جهازين. أيوة هذا جهاز. الجهاز. أيوة هذا الجهاز الأول وهذا الجهاز الثاني. أيوة هذا الجهاز رح يكون عند الأم، يكون في البيت. وهذا الجهاز رح يكون في كتف الطفل. كتف الطفل. بحيث إنه هو رح يقيس درجة حرارة الطفل. أيوة جميل. فلما ترتفع درجة حرارة الطفل أكثر من المعدل الطبيعي. أيوة. هذا الجهاز رح يعطينا إنذارات معينة. إنزين ورح يرسل رسالة إلى الأم. عن طريق الهاتف. أيوة. يعني يكون مرتبط بالهاتف. أيوة. جميل جدا. أيوة. فهو رح يعطينا أكثر من إنذار. نجربه. نجربه. لكن هذه لعبة ما أظن راح يكون في حرارة ولا شيء كذا. أيوة. فنحن أصلا عشان التجربة برمجنا على 29. أيوة جميل. عشان 29 تبدأ خلاص تعطينا. أيوة. الإنذار. حلو. انزين. عشان تجربة فقط. في البداية رح يعطينا ويلكم زبيدة أم الأمين سكول اللي هي. أيوة. مدرستنا. جميل حلو. انزين. بعدين رح يعطينا يظهر لنا القراءات. أيوة. الشاشة المظاهر. أيوة. إنزين. فأريدش بس هذه القراءات اللي ظاهرة معنا شاشة صغيرة. أيوة. هذه القراءة الأولى هي قراءة الحرارة. أيوة. إنزين. وين الحرارة؟ هذه الحرارة. أيوة 20. أيوة. وهذه الفرق بين الحرارة الطبيعية. الطبيعية. واللي موجودة معنا. أيوة. وهنا أكبر حرارة مثل الطفل أعلى حرارة اليوم وصلت وين؟ 38 ولا؟ لا هنا. صفر. أيوة. إنزين. أريد بس تساعدينا التو. أيوة. بس تحممي يدش شوية تسخنيها أصابعك أحسن يكون. لا أصابعي يبالها مشوار، خلينا على يدينا أفضل. أيوة. هذا. بس تحطيها في الحساس، نحن مطلعينها عشان تقدر تقربي. أيوة. راح نشوف الحرارة لي ما ترتفع أكثر من 29. أزيد الحرارة أحسها خلاص ارتفعت.
ها قاعد يحرر يديني عشان كلنا نرفع درجة الحرارة ونجرب المشروع. إن شاء الله ترتفع درجة حرارة يديني. إن شاء الله. أيوة. كم درجة الحرارة؟ تو وصل 24، لازم توصل فوق 29. ماشي حرارة، المكان بارد ما شاء الله والاستوديو كامل مسكر. 27 27 وصلت ان شاء الله. وصلها مرة ثانية. طيب بس لو تكملي لي الشرح عبال ما اوصل درجة الحرارة. يعطينا لما ترتفع اكثر من 29 أيوة. رح يعطينا انذار صوت ورح يعطينا ضوء أيوة. رح يرسل رسالة ورح تظهر القراءة. نحن سوينا اكثر من انذار على اساس انه يناسب كل الامهات. طيب مثلا بس الام اللي ما رح تشوف رح تسمع الصوت وتعرف ان درجة الحرارة أيوة. طفلها مرتفعة. ايوه يعني. جميل حلو يعني ايضا يخدم كل الامهات. أيوة. واذا هي كانت مثلا ما تشوف بس تسمع رح تسمع الصوت قلنا. أيوة. وإذا كانت مثلاً تشوف بس ما تسمع. تشوف إني مكتوب لها إنذار. تشوف الكتابة. أها. أيوة. أما طلعت ترتفع درجة حرارة يديني لأن الأستوديو مسكر. أيوة. إحنا كنا مقربين قبل وإذا كانت مثلاً الأم. أيوة. لو كانت مثلاً الأم مثلاً. قربي منك ناقص الصوت. أيوة. رح تجيها رسالة. أيوة. إذا كانت هي حاطنة عند العاملة ومثل ما أيوة. طمن إن ولدها في حمى أو شيء رح تجيها رسالة ورح يقولها بالضبط كم حرارة الطفل. بسألك سؤال الحين هذا المشروع قلنا مع عبارة عن قطعتين، هالقطعة لازم تكون قريبة من هالقطعة ولا مو بشرط؟ ما لازم مو بشرط تكون قريبة. أيوة. يعني عادي 75 متر. 75 متر أيوة. يعني الأم إذا كانت في العمل لازم تحط في البيت وتأخذ هاتفها. طيب طيب أنا الحين بس بغيت أسأل أنفال نحن نعرف إنه أطفال يعني أحجام كتفهم صغيرة جدا وهذا كبير نعم. وراح يكون ثقيل أيضا على الطفل نعم. فهل تواجهت صعوبة في إنه تصغير الحجم أو كيف؟ اشرح الخطة المستقبلية عشان إنه ما يؤذي الطفل. إن شاء الله الخطة المستقبلية طبعا هو ما راح يؤذي الطفل لأن هذا هو عبارة عن إسفنج. أيوة. لكن الخطة المستقبلية راح نسويها إن شاء الله إنه راح نصغر حجمه بحيث أيوة. إن الطفل يستطيع الحركة بالإضافة إن هذه الأجهزة اللي أيوة. LM35 اللي يقيس درجة الحرارة أيوة. راح نحطه داخل الحين حطيناه برا علشان بس نحن نتمكن انه نقيس درجة الحرارة. طيب ايش يختلف هذا عن مقياس الحرارة المعتاد؟ طبعا الثرمومتر العادي اللي نحن اللي نعرفه يعني مو اكثر تقنيه مثل هذا أيوة. هذا يخدم جميع الفئات أيوة. سواء كان الام المكفوفه الام العامله الام الصماء. ايوه جميل. وايضا نحن نشوف كل الدرجات والفرق بين نعم. الدرجه الاساسيه والفرق نعم. بين درجه حراره الطفل يعني غطينا كل المعلومات اللي ممكن تكون موجوده. طيب عندك اضافه؟ ايوه عندي اضافه بسيطه بس نحن بعد من ضمن التطويرات اللي راح نطورها ان نحطه ينطق مثلا هو راح يقول مثلا درجه الحراره كذا. جميل. لان مثلا حلو. الام أيوة. اذا كانت مثلا درجه الحراره مرتفعه درجه غير عن مرتفعه 4 درجات. جميل حلو. فهي عشان تعرف بالضبط ايش هو الحل المناسب انها عشان جميل. تخفض الحراره. جميل. طيب هل ابتكار هل شاركتوا في مشاريع مختلفه او نعم شاركنا في برنامج التنميه المعرفيه حلو. للابتكارات العلميه أيوة. حصلنا على المركز الرابع ما شاء الله على مستوى السلطنه كذلك انجاز كبير. كذلك شاركنا في المعرض التقني السادس في جامعة السلطان قابوس أيوة. حصلنا على شهادة تقدير ما شاء الله حلو. طيب لو نتكلم الحين شوية عن دور المدرسة والأهل هل وقفت معاكم مدرستكم عشان تكونوا هالمشروع أو لا؟ نعم نجح هذا المشروع بفضل مساندة من مديرة المدرسة مدرسة زبيدة أم الأمين الأستاذة سامية الحزامية كذلك معلمات المدرسة وبالأخص الأستاذة أسمهان الخروصية. حلو رائع. طيب لو نحن الحين نتكلم كيف جلبتوا هالأدوات من وين جبتوا الأدوات؟ هذه الأدوات اشترتها هي المدرسة نحن ما نحن اللي اشتريناها. هذه الأدوات من القرية الهندسية أيوة. اشتريناها وفي أدوات قلبناها من عند الوزارة هي تعطينا إياها بس. طيب كل مشروع تواجهوا فيه عقبات، ايش العقبات واجهتوها وكيف حليتوها؟ ايوه العقبات انه في البرمجه يعني كطالبات وهذه اول مره عندنا وما عندنا خبره كافيه ان نحن نبرمج أيوة. جهاز وحدنا ايوه فاستعنا استاذ أيوة. اللي هو استاذ هلال السيابي واستاذ يحيى السيابي نوجه لهم اكبر تحيه وكلهم تحيه كبيره صراحه أيوة. مساعدونا ان في البرمجه الجهاز. جميل وبعد عندنا كانت سالفة إنه يعني قد فترة عندنا نحن ما قدرنا وقفنا في المشروع يعني ما كان في حد يساعدنا لأن الأستاذ اللي كان يساعدنا صار عنده ظروف أيوة
فيعني هذه من أهم الصعوبات. أيوة. فلدرجة إن نحن كنا يعني فقدت الأمل. فقدت الأمل وكانت أصلاً في ذيك الفترة كانت الأجواء عندنا يعني ممطرة شدة. فكانت المديرة الأستاذة سامية محمد الحزامي أوجه لها كل الشكر والتقدير. والأستاذة أسمهان الخروصي. كنا نطلع يعني نطلع يشلونا من البيت بسيارتهم الخاصة لأن نحن كنا نروح عند أستاذ فلان. أيوة وخلوا دور المدرسة وصاروا هم عائلتكم عشان تكونوا أيوة هذا يعني المشروع. والله يعني يجزيهم كل خير وهم كانوا من بعد الله السبب الأساسي في نجاح مشروعكم. نصيحة أخيرة توجهها للمشاهد. أوكي هو شيء نصيحة للطلبة إن نحن تو في هذا العصر نعتمد بشكل كبير على التقنية الحديثة اللي هي الإلكترونيات. صحيح. فنحن لازم يعني نخترع هذه الأشياء على أساس إن نطور من بلدنا. أيوة. وإن هذه الأشياء يعني لنا ناس في الدولة. أيوة. ساعدنا في هذه الأشياء. أيوة. زي مثلا دائما المدارس تساهم. أيوة إذا عنده فكرة. أيوة. يحصل الناس في ناس موجودة أيوة. تساعدكم. وأيضا نحن مثل هذا البرنامج دائما نحب أن نساعد اللي المخترعين الصغار مثلكم في اختراعها وتكوين هذه الابتكارات. أيوة. يعني الإنسان ختاما أن الإنسان حتى لو كان عنده فكرة وعنده صعوبات لازم تعدى هالصعوبات عشان يحقق أحلامه. أيوة. شكرا لكم يا أنفال وشكرا لك يا أسماء على هذه الدردشة الجميلة. وأيضا نحن استفدنا كثير عن هذا المشروع ونتمنى لكم كل التوفيق وأيضا تحققوا كل أحلامكم وطموحاتكم إن شاء الله يا رب. شكرا لكم أصدقائي الصغار من بعد ما شفنا هالابتكار الجميل والرائع. فاصل ولنا عودة كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامجكم المفضل علم ومرح. فقرات متنوعة، مواهب ومعلومات، مسابقات وشخصيات، فتابعونا. أصدقائي الأطفال مرة أخرى في برنامجكم علم ومرح، متواصلين معاكم في استقبال الاتصالات وناخذ ثاني اتصال معانا اليوم في الحلقة ونقول صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا، من معانا؟ ملاك. ملاك كيفك يا ملاك؟ الحمد لله. ملاك من وين تكلمينا؟ من ولاية مسقط منطقة الصيفة. أهلا وسهلا فيك يا ملاك. ملاك مستعدة لسؤالنا؟ نعم مستعدة. تحب اللغة العربية؟ نعم كثيراً. إذا راح نشوف حبك للغة العربية إلى أي مدى يوصل من خلال مشاركتك معنا واكتشافك للأخطاء. نأخذ سؤالك على الشاشة. يلا هذا هو سؤالك الحين راح يظهر على الشاشة. شجرة الزيتون دائمة الخضرة حيث تحتفظ بأوراقها طوال العام وتكثر زراعتها في منطقة حوض البحر المتوسط وآسيا وأفريقيا. يلا يا صديقتي اكتشفي معنا خطأين إملائياً. تحتفظ. إيش الخطأ فيها؟ الضاد. بالضاد أحسنتي، إذن هي بالضاد وليست بالضاد. إذن إيش الخطأ الثاني؟ هذا الخطأ الأول ربحتي معانا 25 ريال عماني. إيش الخطأ الثاني؟ بأوراقها. إيش الخطأ فيها؟ إيش ناقصنها؟ الهمزة. أحسنتي، إذن الهمزة على الألف. شكرا لك يا صديقتي وربحتي معانا 50 ريال عماني. نشوف التصحيح على الشاشة. إذن شجرة الزيتون دائمة الخضرة حيث تحتفظ بأوراقها طوال العام وتكثر زراعتها في منطقة حوض البحر المتوسط وآسيا وأفريقيا. شكرا لك يا صديقتي ملاك وربحتي معنا 50 ريال عماني. مبروك عليك يا صديقتي ملاك هذا المبلغ. والحين يا خديجة ناخذ اتصال ثاني يا أصاير ونقول ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معانا؟ سلطان. من؟ سلطان. كيفك يا صديقتي؟ سلطان كيفك يا سلطان؟ بخير يا سلطان؟ نعم. حبيت فقرتنا لهذا اليوم؟ نعم. تابعت فقرة السبلة؟
نعم. عن إيش كانت تتحدث الفقرة؟ فقرة المجلس. عن المجلس، أحسنت يا صديقي. إذن صديقنا سلطان متابع لبرنامجنا. يلا يا سلطان، تحب اللغة العربية؟ نعم. نعم، راح نشوف حبك للغة العربية من خلال هذا السؤال. الحين سؤالك راح يظهر على الشاشة، ركز لأن السؤال جدا سهل. اكتشف خطأين إملائيين على الشاشة. هذا هو: يعتبر شاطئ القرم الذي يمتد لمسافة شاسعة من أجمل مناطق الجذب السياحي في السلطنة، ويتميز بجماله وروعة منظره، ويعتبر من أكثر الشواطئ ازدحاما بالزوار. إيش الخطأ الإملائي الأول الموجود معانا في الفقرة يا صديقي؟ ايش الخطأ الأول؟ شاطئ. ايش الخطأ فيه؟ أو ايش ينقصه؟ الهمزة. أحسنت يا صديقي، إذن الهمزة على الياء لأن ما قبلها حرف مكسور. هذا هو الخطأ الأول. اكتشف الخطأ الثاني علشان تربح 50 ريال عماني. ايش الخطأ يا صديقي؟ يلا يا سلطان، يلا يا شاطر، أتحب اللغة العربية. يلا ايش الخطأ؟ شوف السطر الرابع، أول كلمة إيش خطأ فيها؟ يلا يا سلطان. بجماليتها. بجماله يا سلطان، إيش الخطأ؟ هل تكتب بالتاء المربوطة؟ نعم. لا، ما تكتب بالتاء المربوطة، تكتب بالهاء، صحيح؟ نعم. نعم، شكرا لك يا صديقي، وربحت معانا 50 ريال عماني. نشوف التصحيح على الشاشة. يعتبر شاطئ القرم الذي يمتد لمسافة شاسعة من أجمل مناطق الجذب السياحي في السلطنة، ويتميز بجمال منظره، ويعتبر من أكثر الشواطئ ازدحاما بالزوار. إذا شكرا لك يا صديقنا سلطان، والحين نرجع لصديقتي أصايل نكمل مع مواهبنا الموجودة في الاستوديو. كنت أنا يا أبا أسألك، تبى تسمع أنشودة جميلة من صديقاتك اللي في القطار؟ أكيد نسمع، نسمع أنشودة. الحين نروح الحين لأساور، نسولف شوي مع أساور. أساور كيفك؟ الحمد لله. طيب أساور، اليوم جهزت لنا أنشودة؟ نعم. أنشودتك عن ويش؟ عن عن ماما، عن مدرسة، عن الوطن، بابا، عن الوطن، عن الإسلام، عن بابا قابوس، عن السلطان قابوس، الله يحفظ لنا إياه. شوف على الكاميرا الحين، هذيك الكاميرا، يلا نسمع الأنشودة. يا إمام المجد، يا رمز الشموخ، يا شموخ يرتقي فوق السحاب، شعبك الشعبك المغوار، شبان وشوخ من شموخك زلزلوا كل الصعب، والشدايد كلها ترضخ وضوخ، تنحني قدام شعب المياب، تنبسط تنبسط بالعزية كل الدروب، قدوته قابوس له شهم ما يعب، سيد التاريخ سلطان القلوب، قائد له تنحني كل رقاب، شوف شعبه غير عن كل الشعوب، مخلصين العد له شيب وشباب، دام فينا وايد دايم حنون، لا حشال الشدة ما نحسب حساب، لو يثور الكون نحزن وشقون، في حماة قابوس كل العيش طاب، في حماة قابوس كل العيش طاب. إن شاء الله، تحية كبيرة لأساور. شاطرة يا أساور، الله يعطيك الصحة والعافية. الحين إيش رأيك نشوف أصدقائنا الشباب إيش الأناشيد والقصائد محضرينها؟ نروح يا أساور نسمعها؟ قولي نروح ولا لا؟ نروح. يلا، والحين نروح عند أحمد. أحمد من ساعة ينتظر دوره. كيفك يا أحمد؟ الحمد لله. كم عمرك يا أحمد؟ 9 سنوات. العمر كله. اليوم إيش جايب معك في البرنامج؟ قصيدة. قصيدة، تقرب منك ناقل الصوت. عن وش قصيدتك؟ عن اللغة العربية. عن اللغة العربية، بتقولها بصوت عالي، قرب منك ناقل الصوت. عن اللغة العربية. نعم. بتقولها بأسلوب جميل ورائع. نعم. نسمع القصيدة. تحتاج مساعدة امسك عنك ناقل الصوت؟ عادي. وتوقف. يلا، شاطر. لغة الكتاب شهيرة بالضاد، محفوظة وجميلة الإنشاد، وهي اللسان المستقيم لقولنا، وبها تغنى شاعر الأجداد،
وبها الصحائف والمراجع حبرت في الفقه والتفسير والأوراد، وبها دواوين القصيد كأنها لفصاحة الشعراء سيل الوادي. هي فخر أمتنا ورمز رقيها، حفظت من الأجداد للأحفاد، وتراثنا منها غني زاخر يبقى مدى التاريخ والآماد. جمعت قلوب المسلمين فكلهم قرأوا كتاب الله قصد رشادي. لغتي بك الشعراء شادوا مجدهم، وتزين الكتاب بالأمجاد. مجد الخليل وسيبويه وأخفش، وكذلك الفراء ثم ينادي. وبنى ابن جني بها ذكرى له، ومضى ابن منظور بخير مراد. قد خلدت لغة الفصاحة ذكرهم كخلود شعر الأولين البادي، مثل امرئ القيس القديم زمانه وفرزدق وجرير المتعادي، والبحتري ورفيقه في عصره، وكذلك المتنبئ المتهادي. حفظت لنا لغة العظيمة شعرهم فكأننا في حضرة الإنشاد. لغة العروبة يا ثقافة أمتي، ولسان تبليغ الرسول الهادي، ولسان تبليغ الرسول الهادي. سلام تبليغ الرسول الهادي، ما شاء الله، الله يسلمك. الرسالة تحية كبيرة لصديقنا، ما شاء الله أبدعت. تحب اللغة العربية؟ نعم. قرب منك ناقل الصوت. تحب اللغة العربية؟ نعم. أنت في الصف كم؟ الثالث. دائما تواظب على قراءة القصص والقصائد؟ نعم. زين الحين عندك إجازة، إيش راح تسوي؟ يعني أقسم أوقاتي للمذاكرة. أيوة. وليحفظ. أيوة. القصائد. جميل جدا، بس تقرب منك ناقل الصوت عشان يطلع واضح وقوي. من حفظك القصيدة؟ بنفسك. حلو، يعني الحين أول صديق معانا يحفظ القصائد بنفسه. كلهم يحتاجوا مساعدة. ليش أنت إنزين بنفسك؟ ليش ما احتجت مساعدة؟ كتبتها يعني كأني بنفسي. أيوة. كتبتها. أيوة. أيوة. من الإنترنت ولا من كتاب؟ أيوة. جميل، وبعدين بديت تدرب نفسك. نعم. وأنت قراءتك ما شاء الله جميلة، لدرجة أن من نفسك يعني قمت تدرب عليها، صحيح؟ نعم. والمام والبابا تفاجأوا؟ نعم تفاجأوا، ما شاء الله. حلو أن نفاجأ أهالينا بمواهب جميلة، صحيح؟ صحيح. إنزين الحين حاب تسمع وتعرف إيش علي محضر لنا؟ نعم. يلا نعطي ناقل الصوت لعلي. كيفك يا علي؟ الحمد لله. ايش اخبارك يا علي؟ بخير الحمد لله. كم عمرك؟ 13 سنة. العمر كله. اليوم جاي معانا البرنامج، ايش محضر؟ محضر نشيد. نشيد، وايضا جايب لنا ايضا شهايدك. هذا وين حصلت عليها؟ شايف الرسم، شايف القرآن الكريم. نروح نشوفها؟ شايف كتابة الشعر. يلا نروح نشوف القصائد الشهايد. يلا نروح مع بعض. امسك ناقل الصوت. وين ها شهايدك؟ عرض لنا اياهم. برا؟ ما موجودات معاك؟ زين ننتظرهم يجيبون لنا اياهم. يلا جيبوا لنا الشهايد. وعبال ما يجيبون لنا الشهايد، ايش القصيده اللي حفظتها؟ عن ايش؟ كاتبينها. كاتبينها في ورقه؟ ايوه. بس قرب منك ناقل الصوت. تروح تجيب الورقه؟ يلا جيب الورقه، انتظرك لين ما يجيبون لنا الشهايد. أساعدك؟ أمسك عنك ناقل الصوت ولا تقدر بروحك؟ لا أقدر بروحك. يلا بصوت عالي. هذه القصيدة أنا كاتبنها، كنت مشارك في مهرجان الإنشاد الوطني. ما شاء الله، بروحك كتبت الكلمات؟ أيوه. ما شاء الله، يلا نسمعها. عمان يا درة في الكون أعشقها، أرض السلام ودار العلم تبياني. عمان نفديك بالأرواح يا بلدي، وننشد الشعر ممزوجا بألحاني. يا من تسائل عن تاريخنا، فلنا تاريخ أجدادنا بالصبر رباني. يا قلبي غرد على أعتاب مملكتي، وكن كطير المساء بالحسن أشجاني. بنوا قلاعا بها الآثار باقية، بقت تدافع أعواما لأوطاني.
أهل عمان تساموا في تخلقهم فأصبحوا الدين والدنيا فأصلحوا الدين والدنيا لإخواني. يهواك من زائر زانت مكانته يشدو بفرحته بالبشر يلقاني. في كل طيف تلاقى الحسن يرسمها بين الشفاه بذكر العطر يهواني. ما شاء الله كأنها ما شاء الله. وردة بين الفصول دنت يروق لي منظر الأزهار أفناني. سحر العيون لها جو يطيبها يهيم من حولها حبي بإحساني. هذه عمان هواها القلب يعشقها عمان يا مجتي يا نور عنواني. دمتي لنا موطنا بالأمن زاخرة والمجد يرسو على شطآن عرفاني. ما شاء الله ما شاء الله، تحية كبيرة لعلي. وأيضا علي جايب لنا مجموعة من الشهايد، هذه شهادة تفوق، أيضا معانا شهادة أخرى تخص التفوق، معانا شهادة شكر وتقدير، كذلك معانا شهادة شكر وتقدير لمسابقة حفظ القرآن الكريم ما شاء الله، وأيضا شهادة شكر وتقدير لحفظ الأجزاء الخاصة بالقرآن، وأيضا معانا هنا شكر وتقدير لمجلس الأمهات ما شاء الله يعني مساهم في كل الأنشطة، والله يحفظ لك هذه الموهبة الجميلة. إيش حاب تكون في المستقبل علي؟ طيار. ما شاء الله، الله يحقق لك كل أحلامك وأمنياتك، وكلنا بنسافر مع بعض. وأول بلد بتسافر لها؟ بعدك ما حطيت على بالك؟ إسبانيا. خلاص نروح إسبانيا مع بعض، والحين نروح نشوف يحيى ونشوف إذا بيروح إسبانيا معنا. نروح؟ يلا نروح نشوف يحيى وإذا يبي يروح يشوف إسبانيا معنا. يلا نتعرف على يحيى، كيفك يا يحيى؟ خير الحمد لله. بتسافر معنا إسبانيا؟ إن شاء الله. إن شاء الله تسافر معنا إسبانيا. بنروح أنا وياك وأحمد وعلي. نشلها معنا خديجة؟ بفلوس يقول لك بفلوس. ليش أنا بفلوس أصايل ببلاش؟ خلاص هو يريد كذا عشان نحن بنكون أصدقاء. طيب يا يحيى اليوم جيت معنا البرنامج إيش نحضر؟ قصيدة ونشيد. قصيدة وأنشودة جميلة. طيب حدد لنا إيش راح تلقي الحين، قصيدة ولا الأنشودة؟ أي شيء اللي تريد، اللي بتجهز له أكثر شيء. الأنشودة. يلا تفضل. يلا نسمع الأنشودة. رقت عيناي شوقا ولطيبة جرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي مهدك يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب للحق تعلق وغراح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله ما شاء يا الله. رسول الله ما شاء الله ما شاء الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تحية كبيرة ليحيى، ما شاء الله صوتك جميل ورائع والله يحفظ لك هذا الصوت الجميل. والحين ننتقل مع صديقتنا نوف. كيفك يا نوف؟ بخير. نوف انت واساور خوات؟ نعم. انا اشوف اللبس الجميل، لابستنا اساور واللي لابستنا انت، لبسكم جميل جدا. ايش اليوم جايه معانا البرنامج، ايش محضره؟
نشيد. نشيد ايضا. عن ايش نشيدك يتحدث؟ حب الوطن. حب الوطن ما شاء الله. اختك لقت لنا ايضا نشيد عن حب الوطن، تفضلي. رايت جمالك سكنت هواتي شربت حنانك وانت لي الامان، انت لي الامان بلا عين ارى سلامك ان هرى وجدتك داخلي رايتك يا عمان، رايتك يا عمان وطني وطني النخيل الباسمة وطني وطني الحماي مسالمة وطني وطني الهوى وطني الدعاء وطني يا وطني وطني خضراء حمراء الوفا وطني بيضاء كفك منصفا وطني بصماتنا لعماننا وطني يا وطني عمان يا وطني. ما شاء الله ما شاء الله. عمان يا وطني الله يحفظك، يلا يحفظ لنا وطننا الغالي سلطنة عمان. تحية كبيرة لنوف. نوف تحبي وطنك؟ نعم. تنشدي دائما هذه الأناشيد؟ نعم. الله يحفظ لك هذه الموهبة الجميلة. وصلي ناقل الصوت للي بعدك. كيفك يا حلوة؟ عارفين على اسمك؟ نور أحمد سعيد المنذري. حي الله نور. نور كم عمرك؟ عمري 9 سنوات. العمر كله. اليوم جيتي معانا البرنامج لابسة لبس جميل وحلو، ايش محضرت لنا؟ نقدي القلم. اها يعني بعد أنشودة صح؟ يلا نسمعها. المجد مجدك يا قلم، أنت اللسان لدى الأمم، تبدو لنا عند المدارس والمعاهد كالعلم. ما زلت أذكر حين ناولني أبي هذا القلم وبدأت أكتب أحرفا تنثال عندي كالديم. لله كيف سعادتي إذ لاح صدري من عدم. اقرأ بكل مدارس وطن يعلمنا القيم. اقرأ طريق صاعد يرقى بنا نحو القمم. ما شاء الله ما شاء الله. تحية كبيرة لك يا صديقتي. دائما تحب الكتابة؟ نعم. ودائما تحافظي على أقلامك؟ ها؟ لأن دائما الطالب الشاطر يحب الدفتر والقلم صح؟ نعم. وأنت تحب دفاترك وأقلامك؟ نعم. أو الله يحقق لك كل أحلامك وأمنياتك. إيش حابة تكوني في المستقبل؟ دكتورة. الله يحقق لك كل أحلامك. طبيبة إيش؟ طبيبة العظام. طبيبة العظام بتساعدي كل المريضين إن شاء الله وتساهمي في شفاهم. أما الحين تفضلي ناقل الصوت وعرفينا على اسمك. سارة. حي الله سارة. سارة صديقتنا الصغيرة كانت تسولف معانا بداية البرنامج، قالت تحب أنها تكون مذيعة في المستقبل صحيح؟ صح. وأيضا إيش محضرت لنا؟ قصة. قصة عندك هناك القصص؟ نروح نقراهم مع بعض؟ نعم. يلا نروح نقرأ القصص. حابة تصير مذيعة بعدين تستقبل اتصال معي إن شاء الله. يلا نشوف قصصك. يلا قرينا، عطينا مختصر القصة. أنت قريتي هالقصة من قبل صح؟ صح. عن إيش تتكلم؟ عن هدية حلوة لقارتي. إنزين أنت بما أنك قريتي هالقصة وإذا أنت كنت قارئة متميزة راح تعطيني ملخص عن القصة لأن ما في وقت صح؟ يلا صح. عطيني ملخص عن القصة. هذه القصة كانت هي رايحة تلعب مع صديقتها وبعدين ما شافت صديقتها تأخرت وبعدين راحت بيتها دقت الباب وطلعت الخالة ودخلت شافت جارتها على السرير مريضة. مسكينة الله يشفيها. ايش فيها مريضة؟ ما ما تعرفي؟ طيب انا بسألك سؤال، الحين هي مريضة بعدين ايش عطتها؟ عطتها هدية. هدية ايش كانت الهدية؟ لعبة. لعبة جميلة. إيش اللعبة يعني عبارة عن إيش كانت؟ دمية صغيرة؟ نعم. بعدين الحمامة المريضة إيش سوت؟ فرحت؟ أيوة. المريضة فرحت قالت حال صاحبتها. إيش قالت حال صاحبتها؟ شكرا. شكرا جزيلا على الهدية. طيب أنت لما حد يهديك هدية إيش تقولي؟ شكرا على الهدية. جميل جدا. وأيضا عندك هنا قصة أخرى، هذه القصة عن إيش؟
عن فكرة نور. إيش هي فكرة نور؟ أباك تقولي لي فكرة نور كأنك جالسة تقدمي. يلا قولي لي فكرة نور كأنك جالسة تقدمي. فكرة نور إنه في يوم من الأيام كان الجدار فيه بقعة وبعدين راح نور وسوى ساعة وركبها على البقعة والبقعة اختفت. جميل جدا، يعني نور فكر بطريقة إيجابية بدل يقول يوه الحين الجدار توسخ، بالعكس نحن نستفيد صح؟ صح. فكرة جميلة، راح تسوي نفس نور؟ أيوة. إنزين أنا الحين بتكلم شوية معك عن التقديم، تحبي وايد التقديم؟ أيوة. تقدمي في الإذاعة المدرسية؟ أيوة. إيش تقدمي في الإذاعة؟ جايبة هني معك مقدمة؟ أيوة. تقرينا إياها؟ يلا قرينا مقدمتك. عن المذيع. عن إيش المقدمة؟ عن المذيع. يلا قريها. ناخذ أول اتصال ونقول السلام عليكم، هي بعدين بترد. أنا بقول لك وعليكم السلام. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله، من معي؟ معاك أصايل العادي. مرحبا بك يا صديقتنا أصايل. أصايل أنت من وين تكلمينا؟ أكلمكم من محافظة مسقط. مرحبا بكل أهالي مسقط. كم عمرك يا أصايل؟ شوفي على الكاميرا، عمري 18 سنة. العمر كله يا أصايل. أنتي مستعدة للأسئلة؟ أيوة مستعدة، أسأليني أي سؤال وبعرف أجاوب. إنزين، تقع ولاية بخا في محافظة إيش؟ أعطيني خيارات. محافظة مسقط ومحافظة الشرقية أو محافظة مسندم؟ أظن مسندم صح؟ الإجابة صحيحة. إيه صفقولي صفقولي، يلا جاوبت إجابة صحيحة. كم حصلت؟ 50 ريال. ما شاء الله، انزين عشان انت اعطيتيني خيارات انا باخذ 25 وانت 25. طيب طيب شكرا لك يا صديقتي، ما شاء الله موهبتك في التقديم جميله جدا، نتمنى ان يوم الايام تجي معانا البرنامج وتصيري معانا مذيعه. تحيه كبيره لصديقتنا الصغيره ساره. وعلى الدقائق الاخيره من عمر برنامجنا قررت رزان ترجع معانا الاستوديو. كيفك يا رزان؟ الحمد لله. كم عمرك يا رزان؟ رزان ايش محضرت لنا؟ نشيد. نشيدة جميلة، يلا نسمعها. نشيد النور في شفتي، تعيش مدرستي، أحب معلمي الغالي، أحبك يا معلمتي، أرى علمي أرى وطني، أرى الدنيا بمدرستي، ويكبر العصفور من سنة إلى سنة، وأهتف باسم أمتنا كلام الله في لغتي. ما شاء الله ما شاء الله، تحية كبيرة أميرتنا الصغيرة رزونة. شكرا لك يا رزان. أصغر موهبة. أيوة أصغر موهبة معانا اليوم، وهي كانت طالعة من الاستوديو وبعدين قررت ترجع الاستوديو فجأة. طيب يا خديجة الحين إيش رأيك تذكرينا بمسابقة الرسائل النصية؟ نذكر أصدقائنا المشاهدين بمسابقة الرسائل النصية، ومثل ما عرفنا يا أصايل كانت الأسبوع الماضي تحدثنا عن سايس الخيل اللي هو مروض الخيل. إيش رأيكم أصدقاء الأطفال نشوف سؤال الرسائل النصية لهذا الأسبوع عن إيش راح يكون؟ نشوف السؤال عن إيش راح يكون؟ Thank you.
الأطفال؟ هذا هو سؤالنا في مسابقة الرسائل النصية. ننتظر كل مشاركاتكم عبر الأرقام اللي شفتوها قبل شوية. نشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا لهذا اليوم حلقة السبت من الساعة 9:30 إلى الساعة 11 صباحا. قضينا معكم وقت ممتع باستقبال اتصالاتكم وأيضا بأصدقائنا المتواجدين معنا في الاستوديو. نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقات جديدة من برنامجكم علم ومرح. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. وقبل أنا أختم يا خديجة، عندنا بس صديقتنا وسن حابة أنها أيضا تنصح أصدقائنا أن عندها ما شاء الله مجموعة من الشهايد. صحيح، الشهايد اللي معاكي وين حصلتي عليها؟ حصلت على هذا الشهايد في مسابقات على مستوى الولاية وعلى مستوى المحافظة. حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة في التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة. وتم تكريمي من قبل الوالي. ما شاء الله، شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق. وأيضا صديقتنا نوف مسوت لنا إهداء للبرنامج، ارفعي لنا الإهداء. وعبال انت ما ترفعي هذا الاهداء، انا بقول حق اصدقائنا الصغار شكرا لكم لانكم تابعتونا هذه الحلقه في هذه الحلقه الجميله. ان شاء الله نلتقي بكم في الاسبوع المقبل. الى ذلك الحين دمتم بحفظ الله والى اللقاء. برنامجنا علم ومرع ومسابقه فوز وفرح. بالصورة تعرف عن عالم، رتب كلمات كي تنجح لثلاث محطات. هيا بقطار في علم ومرح. بالصورة تعرف عن عالم، رتب كلمات كي تنجح بشموخ البلد.